ولا رواية؟ على خشبة. أبشر يا الإعداد ركزوا معي الله يرضى لي عليكم، أشرت لكم بس ما فهمتوني. فيها سلامك الله. سلام أنجح الله. ما هو بتعقيبا على كلام أخوي الشيخ بدر، ولكن إضافة. الله يجزاك. الصحابة رضي الله عنهم قلوبهم معلقة بالجنة دائما. يا سلام. كانوا يستحضرون نعيم الجنة وهم يمشون على الأرض، الله وكأنهم ينظرون إليها، لأن قلوبهم متعلقة بالله عز وجل. في قصة حصلت لشاب كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه أنس بن الربيع. في يوم من الأيام جاء بالوضوء لنارات تربوية من معلم الأمة صلوات الله وسلامه عليه. بعض بزراننا ذا حلو تقول سني، قال بيدي مرجاحة ولا بيدي آيباد ولا بيدي جوال ولا بلاي ستيشن ولا بلاي ستيشن ولا كذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي شباب المسلمين وأن يصلح أبناءنا وأبناءكم، إنه على كل شيء قدير. تراك إلى الحين ما طيبت خاطري. أبشر بالسعد. تراك ما يقول طيبت. إلى الآن عندي نغم ونهم. يقول أخونا قبل شوي جاب له قصيدة فيها ارتباط بالله عز وجل، والقصايد ديوان العرب. يا سلام. والشعر ديوان العرب. الله يبيض وجهك. يقول الشاعر تركي بن حميد شاعر القرن الثالث عشر الفارس والأمير، يقول يا ما حلا يا عبيد مع وقت الأسفار، جر الفراش وشب ضو المنارة، معدلة تصلى على واهج النار، ونجر ليحر تزايد عبارة، النجر دق وجاذ من كل مرار، ما لف هالملفوف من دون جارة، في ربعة ما هي بتحجب عن الجار، يوم ان ولد اللاش ما شب ناره، وخير منها ركعتين بالاسحار لا طاب نوم اللي حياته خساره. وسلامتكم. بديت الحين بديت شوي يعني. ابشر بالسعد. الله يبيض وجهك، انت السعد. وما يميز الحلقه